مشاهدينا الكرام بمقال عن أم كلثوم نقرأه من صحيفة الخليج الإماراتية عصر أم كلثوم. مقال الكاتب حسن مدن، يقول فيه الكاتب: قبل سنوات ليست قريبة أتت باحثة أمريكية إلى القاهرة لتؤلف كتاب عن السيدة أم كلثوم. كانت غايتها تقصي سيرة أم كلثوم ومكانتها في التاريخ الغنائي الموسيقي المصري والعربي، ولكنها في النتيجة وجدت أو في النهاية وجدت أن عليها وضع كتاب لا عن أم كلثوم وحدها وإنما عن عصرها أيضا. يقول الكاتب أن باحث جاد أو أي باحث جاد في سيرة أم كلثوم وتجربتها الفنية ليس بوسعه أن يفعل ذلك إذا لم يدرس البيئة التي نشأت فيها وما أحاط بتطور فنها من ملابسات وتحولات تاريخية. لذا من المفهوم أن نتحدث عن عصر بكامله طبعته أم كلثوم بفنها وصوتها. وهذا لا يعني البتة أن مصر في هذا العصر لم تعرف فنانين ومبدعين وموسيقيين كبار غيرها، فضلا عن الساسة ورجال الدولة والمجتمع والكبار أيضا، بل على العكس أن أهمية فن أم كلثوم وعطائها آتية في جانب رئيس منها على الأقل من أنها عاشت في زمن هؤلاء الكبار، ومنهم من ساهم في صنع مجدها الفني، أكانوا شعراء غنت قصائدهم وكلماتهم أو موسيقيين لحنوا لها أغانيها أو ساسة وشخصيات مجتمعية رأت فنها ودعمته. لم تمكث الباحثة في القاهرة وحدها، فعلى أهمية المدينة كونها قلب مصر ونبضها فإن للمدن والمحافظات الأخرى سيرة غنية لا يمكن تصور المشهد المصري من أوجهه كافة بدونها. لذلك قصدت لهذا الغرض الإسكندرية أيضا، وأكثر من ذلك أقامت سنتين كاملتين في المنيا فوجدت فيها بيئة أخرى تتألف من عامة الشعب على خلاف القاهرة المتنوعة سكانيا، وفيها أيضا تمكنت من الدخول إلى عالم الموسيقيين الفريد بالنوع، ومكنتها البيئة هناك من تعلم الكثير عن الاتجاهات الاجتماعية والقيم المصرية إزاء الثقافة التعبيرية على خلاف المصريين والعرب عامة الذين يحبون فن أم كلثوم ويطربون به. فإن الباحثة انطلقت من موقع محايد تماما، موقع الباحثة المتجرد من الأحكام المسبقة إيجابية كانت أو سلبية، وتقر بأنها شأن الكثير من المستمعين الغربيين لم تفهم غناء أم كلثوم وموسيقاها، وكانت تبحث عمن يشرح لها من المختصين لماذا هذا الغناء جميل. يختتم الكاتب مقاله قائلا: لم يكن هذا هو السؤال على أهميته، هو الأساس الذي شغلها، وإنما سؤال آخر حول لماذا كان لأم كلثوم بالذات من بين الكثيرين من الفنانين كل هذا الاهتمام والأهمية في حياة مصر وفنها وأهلها. وحول هذا لنا عودة.